بقول لكم ايه اللي انت شفتوه ده جزء صغير من اللي هيحصل في الفيديو كله. بص يا جدعان اللي هيحصل دلوقتي بالظبط ان كل واحد فينا لابس كوره زي ما انتم شايفين كده تمام اهو كل واحد فينا لابس كوره تمام وهنقف في الملعب دوت الملعب اللي انتم شايفينه ده كده كله هنتفرق فيه وهنعد من واحد عشان الخانه دي وربنا بيحبها بص بقى دلوقتي يا جدعان اللي هيتم ايه؟ دلوقتي بقى عندكم كابتن اسلام هنا انا جيت كابتن جابر لابس الكوره ديت اللي هيتم دلوقتي ان احنا هنبقى متفنطين في الملعب دوت زي ما انتم شايفين كده وهنعد من واحد لثلاثه وهتبدا المعركه لما نبدا بس يا جدعان كنت عايز اخد راي المشتركين معايا في التعدي ده لان انا صاحب الفكره ديت وربنا ما هيحل يا جدعان اقسم بالله فكره ما يعلم بها الا ربنا يا ابني بص هيحل لك يا ابني تمام والله ما هيحل هطلعك بره دلوقتي احنا هنتفرق في الملعب دوت وهنعد من واحد لثلاثه وهنبدا اتفرجوا بقى على اللي هيحصل مش قادرين فاحنا دلوقتي في لعبه ثانيه جامده قوي اللي هي ديت بص هي اللعبه دي كده فهي اللعبه ديت اللي احنا يعني الجات اللي المفروض عليها الدور دلوقتي ان احنا كده نلعبها تمام فاحنا دلوقتي هنعرف التفاصيل بتاعت اللعبه ديت وبتتلعب ازاي والصح والغلط ازاي من كابتن عصام اللعبه دي السكيل بتاعتها سهله جدا تمام احنا بس نحاول نفهمها لو كنت عاملها احنا هنجيبها تمام هي محاولتين اول محاوله عشان تجيبها تفضل تنط تمام دي حركة سهلة جدا وهتعرف تجيبها على طول تمام دي أول حركة ثاني حركة يعني هنرجع ورا كده هنا في اللاين ده تمام وهنعملها الوان جامب هنجري نط على الترامبولين وبعدين نيجي نسكنها لقدام تمام على فكرة سهلة جدا مش حاجة مكبرين الموضوع على الفاضي أصلا بصوا يا جدعان احنا دلوقتي هنبدأ يعني هنعمل تيست هنجرب على الزرقاء دي تمام يعني هو في اللون الأزرق وفي اللون الأصفر وفي اللون البامبي اللون البامبي ده احنا مالناش علاقة فيه خالص أصلا ما نعرفوش تمام فاحنا هنجرب بس على الأزرق بعد كده اللعبة هيبقى على الأصفر فالأولاني ده هيبقى تيست حلو حلو يا شباب طلعت بزيادة قوي بس الحمد لله جت قلت لكم يا جدعان سهلة مش هو ما خدش وقت هو طلع عندنا دلوقتي يا جدعان انا يعني انتوا زي ما انتوا ما شفتوا انا جبت الزرقاء حلو الكلام وطلعت وقعدت فوق الدنيا فوق معايا كانت بالظبط لازم عشان تلعب الصفرة تجيب الزرقاء والعيال ديت لسه ما جابتش الزرقاء لسه عيال مبتدئة في اللعبة يعني وكده فاهمين بس اتفرجوا يقول ايه ده انا عايز اعرف انت بيقول ايه بيقول ايه والله بجد العب بص خلاص احنا هنا بقينا خضر هنلعب بس ده ولا عيال يا جدعان
المستوى الاعلى الصفقه. بصوا يا جدعان دلوقتي اللي تم ان احنا عملنا تيست على اللعبه الزرقاء والحمد لله كلنا طلعناها والدنيا كانت زي الفل. لما جت دور بقى اللعب بجد على ايه؟ على اللون الاصفر ده هتلاقيها ايه؟ حتى هي اعلى منها بشويه. احنا دلوقتي هنلعب احنا الثلاثه وكابتن عصام. لو انا نطيت نطه صح هو هيقول تمام كده ان هي صح، ولو نطيت نطه غلط هيقول انها غلط. فاحنا بقى احنا الثلاثه هنلعب. كابتن عصام انا هنط صح غلط هتقول لي كده. ماشي يا فندم. طب بص قدام الكاميرا كده. ماشي جابر قول واحده. يلا واحده. ايه؟ تمام. لا بص اهو هيقول اهو. ايه بقى؟ ايه؟ ايه قول بس قول ايه؟ بعدين انا فاكر لا لا والله لا انا دافع والله دافع. لسه ما دفعتش. هتقول انت يعني انت هتقول في الاخر في الاخر مين اللي نطق صح؟ طيب حلو حلو في الاخر خالص. ماشي جدع جدع كده. عارف انت عارف ناقصه حمار و ينفعش لا كده بقى عيب. يعني انا صاحب القناه ما جبهاش ده حتى عيب في عقلي. لازم تيجي دلوقتي. ها ايه بقى؟ انت اللي قلت تعالى بقى كده. ايوه عملتها زيه بالظبط على فكره. مفيش مفزع مفزع بقى. لا انت ما تجيش تاني. هو انا كان من وجهه نظري ان الراجل ده حقيقه بجد والله ان هو جاب البيرفكت اللي فيكو. بس بصراحه هو قطع عليه. ايه يا عم ده انت عيب بقى كلمه عيب بقى. انزل انزل مالكش مكان. هقول لك ليه بقى. ليه؟ انت وانت طالع سندت بيدك سنده تقيله ولا فين؟ معلش ده يا باشا. عيب يا باشا. انزل بقى كده عشان مالكش مكان ما بيننا. عطاك كام عشان تعمل كده؟ عطاك كام عشان تعمل كده؟ ماشي. بس عشان تعرفوا يا جدعان ان احنا من صغرنا مولودين اصلا في ال فاهمين انتوا؟ بس سامع كده عشان انزل؟ وانا بنزل ازاي؟ بص احنا دلوقتي هنصعبوا الدنيا يعني احنا لعبنا الزرقاء قدام النجوم الزرقاء والصفراء هنخش بقى ايه على البامبي دي كده. فدلوقتي اسلام هيبدا تمام وبرده كابتن عصام هو اللي هيقول ايه. خش كده عليه عشان هو ده ايه صاحب الراي. ماشي هو اللي هيقيم. ماشي يلا اسلام ورينا بتلعب ازاي نعرف منه عشان دي البامبي كبيره خالص. شوفوا هو هيلعبها ازاي واحنا بقى هنلعبها ازاي. اتفرج بقى على اللي هيحصل دلوقتي. مش كلام عن نفسي كتير الصراحه بجد. اتفرج على سيف مركز في رجلي سوستة عشان كده اللي هي اللي مخليها يطلع وقلنا كده بس مش هنعملها يعني. بينكم ده فعله ده فعله والله جافع والله جافع. عايزين حاجه يا كباتن؟ عندنا مشوار بس بابايا معاه مشكله كده.